خلونا نشوف كمان حالة المرور النهاردة، أخبارها إيه؟ يا ترى في كثافات مرورية؟ يا ترى إيه الطرق البديلة اللي ممكن تكون بتشهد سيولة مرورية النهاردة؟ صلاح سالم، شارع رئيسي في القاهرة بيشهد سيولة مرورية، نفق الطيران كمان سيولة مرورية عالية جدا، مطلع كوبري أكتوبر من صلاح سالم الاتجاه اللي رايح ناحية العباسية حركة المرور فيه جميلة جدا، الخليفة المأمون بعض الكثافات المتوسطة، امتداد كوبري أكتوبر وإحنا بنوصل لمنطقة وسط البلد الكثافات بتبتدي تزيد، شارع رمسيس كثافات متوسطة، لطفي السيد سيولة مرورية عالية جدا، كوبري غمرة حركة المرور فيه رائعة بينما بتزيد الكثافات عند ميدان رمسيس وأعلى محطة مصر، بتبتدي تختفي الكثافات تماما ما بعد ميدان عبد المنعم رياض، الكورنيش عند ماسبيرو رائع جدا، كوبري 15 مايو، كوبري أو عفوا كورنيش الزمالك، كورنيش العجوزة وجزيرة الزمالك، كل ده مناطق بتشهد سيولة مرورية. الكثافات المعتادة عند منزل المحور، محور 26 يوليو، القادمين من مدينة 6 أكتوبر المتجهين إلى ميدان لبنان زي ما حضراتكم تابعتوا أو بتتابعوا في الخريطة بتشهد كثافات معتادة بشكل يومي، إنما العكس اللي رايح مدينة 6 أكتوبر بيشهد سيولة مرورية، والدائري التقاطع مع المحور برضو بيشهد سيولة مرورية عالية جدا، ودائما وأبدا لدينا العديد من البدائل والمحاور المرورية الجديدة اللي سهلت كتير على كل المواطنين في كل حتة في مصر رحلتهم المرورية اليومية.